احنا كنا في الصيف غطينا الارض دي بفريمات كده، رصينا سيستم كده تمام، بعدين قمنا رصين مددات، بعدين حطينا الصاج، بعدين جينا في البداية والنهاية وحطينا ايه عميد اند جيبل. احنا هنعمل نفس الكلام ده بس بدل ما دي جردر عادية هنعمل تراس بس كده. يبقى بدل ما احنا ممكن نحمل في اي حتة، لا احنا لازم نحمل عند النودز بتاعة التراس. تراس زي ده، زي برضو اللي احنا اشتغلنا عليه برضو في الصيف، سواء ان تراس او دبليو تراس او سب ديفايدد ان سب ديفايدد او دبليو سب ديفايدد، على حسب المسافة من السبورت من العمود للعمود. لو مثلا 28 بعملها ايه، بعملها سب ديفايدد. المهم يعني ما علينا، اللي هو نفس الان دي بس بدل ما البانل دي كانت في الان العادية باتنين بقت ان هو باربعة، وهنا لازم اقسم الدياجونال ده، اطلع منه واحد فيرتيكال وواحد دياجونال تاني. المهم ما علينا دلوقتي، خلينا في الايه، في ايه الاحمال اللي جايه على التراس وازاي اعمله على السهل. الفيديو ده كله هيكون عباره عن ان انا بتكلم على الاحمال كده كلام سريع، وفي الفيديو الجاي هيكون فيه زي انا احطها على الساب واشتغل شغل الساب. الاحمال اللي جايه على اي منشأ ستيل، التقطيعات بشكل عام اما بتكون مين لودز او سكندري لودز. المين لودز ديد لود ولايف لود، والسكندري لودز الويند. طبعا التلج والزلازل ده مش بيأثروا دلوقتي، سيبوا من دلوقتي. المهم خلينا دلوقتي في الديد لود. احنا عندنا يا اما تكون شيتس اللي هي التغطية اللي فوق دي السقف، يا اما يكون ايه وزن المنشأ نفسه. وزن المنشأ نفسه بنقدره من 20 ل 30 كيلو جرام على المتر المسطح. طيب الشيتس دي لو هي سنجل يعني كورجيتد سنجل كده، او ان هي دبل يعني كورجيتد من ناحية تمام وفي فوم بعدين في ايه سقف عدل، او تكون كورجيتد من ناحيتين بس ما بينهم فوم، ودي ايه سميكة يعني شوية. المهم احنا بنشتغل غالبا على السنجل لغاية ما هو يقول يعني. طب الشيت دي الحمل بتاعها اللود مش نازل فيرتيكال، لا ده مايل، يبقى لازم اقسمه على كوزاين ايه، كوزاين الفا. يبقى دلوقتي لو قلت الخمسة على كوزاين الفا يبقى هو ده وزن الشيت بالكيلو جرام على المتر المربع. اجمع عليه 20 مثلا، يبقى انا كده جبت ايه وزن المنشأ على المتر المربع. طب انا كده المفروض اضرب في مساحه معينه عشان اخليها بالكيلو جرام بس، لان انا بحمل على النودز. خليها دلوقتي الكلام ده، تعال نشوف اللايف لود. لو انت مسموح للسقف ده انك تمشي عليه تشتغل بيكون اللي هو 200 ناقص 300 تان الفا اللي هي زاويه ميل التروس اللي هي الزاويه دي تمام، ويبقى ده كده بالكيلو جرام على المتر المربع. لو انت مش مسموح انك انت تمشي فوق، وده غالبا اللي هنشتغل عليه، انك انت 60 ناقص 66.67 تان الفا اللي هي زاويه الميل بالكيلو جرام على المتر المربع. ازاي بقى انا اشيل المتر المربع؟ تعال اقول لك. دلوقتي لو احنا عندنا المين سيستم، ده مين سيستم وده مين سيستم وده مين سيستم، ودي البيرلينز كلها اللي هي الايه العموديه على المين سيستم، وقلت النقطه دي اللي انا عايز ادرسها. النقطه دي، النقطه دي هاجي من السنتر لاين من هنا والسنتر لاين من هنا، تبقى المسافه دي اسمها ايه، والسنتر لاين ده والسنتر لاين ده تبقى المسافه دي اسمها اس. يبقى انا دلوقتي لو ضربت الاي في الاس يبقى انا كده جبت الاريا، فهمني؟ يبقى انا دلوقتي الاي في الاس واقوم ضاربها فين؟ في اللايف لود. يبقى اللايف لود البي لايف لود هي عباره عن اللايف لود، القانون ده مضروب في الايه، في الايه في الاس. طب الديد لود، فاكر الديد لود ساعه لما قلت لك انك انت محتاج اريا اهي، ده الشيت مقسوم على كوزاين الفا مضروب في الايه في الاس، زائد ادي الستيل مضروب في الايه في الاس كده. خلصنا لك بالكيلو جرام، بس احنا بنشتغل ايه بالطن فبنقسم على الالف. ده كده الديد لود واللايف لود. تعال نشوف الويند. انا بتكلم بسرعه معلش عشان الفيديو بيكون 5 دقايق بس. الويند، الويند يا اما يكون ويند ليفت من الشمال يا اما يكون ويند رايت من اليمين. من الشمال يعني انا هضرب كده، يبقى البريشر جاي على العمود الشمال ده، يبقى العمود الشمال ده ياخد حاجه اسمها السي. السي ده هكلمك عليه، اسمه الويند كوفيشنت، ده ب 8 من 10. طب الناحيه الثانيه، تخيل الهواء دخل من الشباك من هنا ومشي، فعايز يزق العمود ده فبيعمل عليه ساكشن، عايز يزقه لبره يبقى ياخد نص، وده برضه عايز يزقه لبره ياخد نص. طب ده قريب قوي، بص واخد كيرف كده على ما يطلع، لا ياخد بوينت 6، فاهمني ازاي بقى؟ تعالى تاني، تعال ويند رايت او زقه من اليمين، يبقى العمود ده اللي هياخد بوينت 8، دخلت الهواء من الشباك ودخل بيزق ده من جوه لبره، يبقى ده بوينت 5 وده بوينت 5 ودي كام؟ بوينت 6 نفسها زي ايه ميرور كده. طيب ايه اصلا حمل الرياح ده اللي هو عباره عن ايه؟ السي في الكي في الكيو، سي كي كيو. السي ده اللي احنا لسه اتكلمنا عليه، بوينت 6 لو احنا بندرس ده، بوينت 8 لو ده، بوينت 6 لو ده، بوينت 5 لو ده، بوينت 5 لو ده، على حسب المكان اللي انت بتدرسه. طب الكي ده ارتفاع المنشأ، طب الكيو ده دي كثافه الهواء، ده 70 في اي مكان يعني. المهم سيبك من الحته دي، طلعها لك بالكيلو جرام على المتر المسطح.